يوم أول يوم في المدرسة لا أحد يوجد. لماذا؟ هو أول يوم. لماذا لماذا يا حسناً؟ أتمنى أن يأتون الآن باكرا. حقل تيتي يا معلمة. أهلا ستيسي. حسناً صباح حقيبتي. أنا أيضا لقد أتيت. أهلا ستيسي. أهلا معلمة. يس أول يوم في المدرسة. يس صباح حقيبتي. وأجلس. حسنا قد جلست. حسنا يا أطفال لقد أتيتم. الآن سنضر. حسنا سندرس اليوم الرياضيات. أولا قبل أن نبدأ الرياضيات سأقول الحضور. ستيسي حاضرة يا معلمة. أنا حاضرة. إليس حاضر يا معلمة. حسنا الآن البدو كتاب الرياضيات لنكتب الرياضيات. أين كتاب الرياضيات؟ سأبحث. حسنا أنا أيضا سأبحث جيدا. حسنا لقد لقيت كتاب الرياضيات. هو أنا أيضا لقد لقيت كتاب الرياضيات. حسنا ابدأ بالصفحة الأولى من كتاب الرياضيات لنتعلم أشياء. نتعلم أشياء جديدة. بعد ساعتان. حسنا لقد انتهيت من كتاب الرياضيات. سأقول المعلمة أخبيه أم لا. أستاذتي ماذا عززتي إليس؟ أريد أستطيع أن أخبي كتاب الرياضيات. نعم لقد انتهينا. أنا أيضا لقد انتهيت. أستاذتي ما ستيسي؟ أخبي كتاب الرياضيات أم لا؟ نعم خبيه. يس حسنا سأضع كتابي. لقد تهنينا. أحب الرياضيات جدا. بعد 3 دقائق. حسنا أطفال هيا قد انتهت الحصة. اذهبوا تغدوا و اذهبوا. يس أخيرا. يس أخيرا سأذهب. أخيرا قد انتهينا من القراءة. أصدقائي عجبتكم الحلقة لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. مع السلامة في حلقة جديدة من ألوان معلمة. باي.